خلينا نروح ونشوف مشتركين بعد غيرهم وغيرهم وغيرهم. عبد الله خير الله ان شاء الله شكله خايف ان شاء الله خير ان شاء الله خير الحمد لله ما لا 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 شكله خايف صح محمد شكله خايف وي قلب ابيض لا لا الحمد لله ما خوف طب ادينا نوتك يا ما انا خلاص ايش داخل خلي موجوده يلا موفق قول يا رب يلا روح معكم عبد الله فرج الخير الله حياك الله الله يحييكم بس انت كاتب هني ان اكون مطرب مشهور شو يعني يعني حلم هذا ولا هذا حلم زين كم عمرك عمري 19 سنه اي نعم شو الاغنيه اللي بتغنيها ايوه واقف على بابكم ايوه على بابكم والهان ومسير أسأل عن اللي سل محبوب الصغير واقف على بابكم والهان ومسير أسأل عن اللي سل محبوب الصغير يومين مروا علي سنتين لو أكثر ما قدرت يا منيتي عن شوفتك أصبر يومين مروا علي سنتين لو أكثر ما قدرت يا منيتي عن شوفتك أصبر واقف على بابكم والهان ومسير أسأل عن اللي سل محبوب لصغير
هذا النصيب انكتب حبنا صغيرون يحبني لكن هلا يخاف لا يدرون هذا النصيب انكتب حبنا صغيرون يحبني لكن هلا يخاف لا يدرون وفضحتني يا هوى تليك شفت الراس ما حد درى قصتي والحين كل الناس واقف على بابكم والهان ومسير أسأل عن اللي سأل محبوب الصغير ويومين مروا علي سنتين له أكثر ما قدر يا منيتي عن شوفتك أصبر ويومين مروا علي سنتين له أكثر ما قدر يا منيتي عن شوفتك أصبر عبد الله والله يعني انا شايف ان وقفتك حلوه بس فيك تردد فيك خوف شويه يعني يمكن بالكوبليهات كنت افضل من المذهب بصراحه خرته لكن في الكوبليهات لا يعني اوكي خذيت وضعك شويه انا ما ادري ليش خايف احنا اللي خايفين منك بصراحه عبد الله واللي انت واقف على بابه اذا ما بطل الباب كسره مالك شغل فيه انا بعطيك فرصه عبد الله اسال عن اللي سال هذه كل ما توصل عندها صوتك يختلف او يخس انا ما عندي مانع اني انا اخليك تعدي هالمره مستقبلا نسمع منك شيء زين شد حيلك انت معانا ان شاء الله يعطيك العافية على راسي نفس الشيء أضم صوتي الأستاذ أبو معاذ كانت في رهبة وطبعا يعني لغتك الأغنية الثانية الله يوفقك وانت معانا إن شاء الله يعطيك العافية مشكورين ها خبرنا إيش صار لك جوا قلبي خلاص قاعد يرجع أحد قال لك شيء غلط؟ شوية قالوا لي كلام تدي وتدي بس الحمد لله قلت لا تزعل هذه نصيحة أي والله يعني حتى لو كانوا دون كل شيء ترى هذا لمصلحتك أي والله شد حيلك يعطيكم العافية موفق إن شاء الله يلا جو انطلق صوت السهر المتسابق الثاني حلوة هذه الثاني المتسابق الثاني خالد حمد الشمري أهلا خالد أوكي أنت سوري نسيت خالد هلا بتسمه كيف تمام خايف لا مو خايف شد حيلك صار قولي لي الكلمة الأخيرة شنو تبغى تورينا مقطع صغير كذا بس عشان سمعنا جزا البارحة جفني طهد فهال ودش عطم جفني وعيني ورموشي قدر نفسك يا ولد خالد حامد الشمري كرة القدم والسباحة ها؟ اي نعم ليش مو حاط الغناء احب اني غناء موهبة مو موهبة ها؟ يعني انا كذي ضيف يعني ولا؟ لا مو ضيف راح ان شاء الله بده زين شنو؟ مهندس انه يعني يهندس ويغني بنفسه ها مهندس مغني يعني ان شاء الله يعني هو يهندس راح هندس لا بس هو رياضي واضح من اللبس جاينا خالد جاي بتلعب انت مو جاي تغني شنو يلا ان شاء الله تلعب الاغنيه ان شاء الله شنو الاغاني بتغنيها يبا
شكرا على كل شيء. ايوه والثانيه على اساس ما انت فاجئ بعد. الثانيه جزء البارحه حذفني يعني انه السامريه ولا دوسريه؟ لا السامريه. سامريه. شكرا على كل شيء قلت اكذب عنك وانا اللي غير الخير ما جاك مني واللي علي قلت لا ما توقعت يا ليت كل الناس بعاني مو انت وقادر اتصور ان انت تتغير ان انت تتغير وقادر اتصور ان انت تتغير ان انت تتغير واللي علي قلت لا ما توقعت يا ليت كل الناس بعاني مو انت مو قادر اتصور ان انت تتغير ان انت تتغير قلي انا شويت وفيش انا مقصر وفيش انا مقصر قلي انا شويت وفيش انا مقصر وفيش انا مقصر. تفضل ابو معاذ. انت ايش ماكل اليوم؟ ها؟ ايش ماكل؟ مو ماكل شيء. ابد؟ ابد. لانك قاعد تغني شكرا على كل شيء وقاعد تقول المخارج ماكو مخارج ماني سامع شنو الاغنيه تغني مع اني سويت لك حركه انك تجرب يم الميكروفون مخارج الكلمه ما قاعد تقولها صح. وبعدين خالد انا ما ادري كيفك يا انت رايك يعني ما بيك تغني الثانيه اقول لك خلاص هذا انا اقول لك وجهه نظري ماكو شيء. بعدين الايقاع برا قاعد يحاولون يمشون معاه قاعد يبطئون مع انه ما يصير لازم في ميزان للاغنيه في ايقاع انت قاعد تصدر لبرا عرفت فحتى هم مساكين يعني ف خليك على مجال ثاني احسن خليك مهندس ابرك لك واحسن لك. لا هو في بالاغنيه يقولوا بايش انا مقصر خالد قصرت وايد بصراحه قصرت قصرت عمرنا يا خالد انت يا انت يا رياض انت كاتب طموحك مهندس وبعدين مغني وهواياتك كره قدم وسباحه يلا تعزف آلات موسيقيه لا مالك شيء في الموسيقى خالد يلا اللي بعده سير مهندس اللي بعده يلا يبا يلا اللي بعده بشرنا صار ماكو شر ليش؟ لا ما ادري شنو قالوا؟ قالوا جزاك الله خير بس قالوا جزاك الله خير؟ ابدعت صراحه جزاك الله خير يعني قالوا ابدعت وجزاك الله خير ابدعت جزاك الله خير بس انت حاسس انك مسوي كويس؟ انت صبيت كويس جوا؟ كويس انت راح يقول لي مو حافظ ما شنو مو حافظ؟ زين ليش مو حافظ؟ حافظها صم اليوم غني ادري انت حافظها صم بس المفروض ان انت تجي يعني المفروض تكون انت عارف نفسك متعود على الايقاعات يا رجل قاعد تساعدك تقول لي هذه مو حجه طب غنيت لهم اشياء ثانيه يمكن تعجبهم؟ من جوا ما غنيت لهم شيء ثاني؟ لا بس هذه بس لا؟ طب انت ايش رايك ظلموك ولا؟ لا ما ظلموك ما ظلموك يعني انت الغلط منك انت ايش والحمد لله يعني